قرعة اللوتري الهجرة إلى أمريكا 2021 2022، التفاصيل وطريقة المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ترند، قناة الأخبار العاجل والمنوعات. ولو عجبكم الفيديو ياريت فضلا وليس أمرا تبعتوا الفيديو لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت يشترك معنا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. بتقوم وزارة الخارجية الأمريكية سنويا بإدارة برنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين، وبتضمن فئة من المهاجرين ووصفهم بالمهاجرين المتنوعين من مختلف دول العالم اللي بتتميز بمعدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبتتوفر 50,000 تأشيرة تنوع، والتسجيل لبرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين بتكون مجانا بدون أي كلفة. ملحوظة هامة، اللي بينوي المشاركة في القرعة لازم يسمع الموضوع للآخر عشان يفهمه كويس. شروط قرعة أمريكا الهجرة العشوائية لأمريكا. 1- أن يتجاوز عمرك 18 سنة في عام 2021. 2- أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة، يعني الهجرة إلى أمريكا، وعلى فكرة كل الدول العربية مسموح لها بالمشاركة. 3- أنك تكون حاصل على تعليم يعني مش أقل من 12 سنة، مدة التعليم تكون 12 سنة ما تقلش عن كده. موعد التقديم في قرعة أمريكا 2021. موعد التقديم في قرعة أمريكا 2021 غالبا ما يكون موعد قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا في شهر أكتوبر من كل سنة، لكن اليوم بالضبط بيكون متغير من سنة إلى أخرى. السنة دي في هناك متغيرات جديدة على قانون القرعة هقول لكم عليها. موقع تقديم في قرعة أمريكا 2021 DV Lottery، الرابط إن شاء الله هسيب لكم تحت الفيديو. ولمعرفة كيفية الوصول لنتيجة القرعة الأمريكية بالتفصيل هسيب لكم الرابط إن شاء الله تحت الفيديو، ورابط PDF لتعليمات المشاركة هسيب لكم الرابط تحت الفيديو. برنامج قرعة أمريكا البطاقة أو الكارت الأخضر هو برنامج ينظم في كل عام، وتمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد من الدول المؤهلة أو المؤهلة، أي الدول المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة لنفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج الهجرة العشوائي للحصول على البطاقة الدائمة الجرين كارد. DV أي التأشيرة العشوائية، وترجع تسميتها بهذا الاسم إلى السنة المالية اللي بتوزع فيها الحكومة الأمريكية بطاقات الكارت الأخضر. إيه الفايدة أو إيه العائد على الشخص اللي هو بيحمل الكارت الأخضر، اللي هم حاملين أو اللي حصلوا على الجرين كارت اللي هو الكارت الأخضر يستطيعوا يقدروا يسافروا بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة، لأن هما كده بيعتبروا مواطنين دائمين على أرض الولايات المتحدة، ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات. ويمكنهم برضو ان هما يكونوا وكلاء ومستضيفين لقرايبهم، ممكن يبعتوا لقرايبهم كمان لقرايبهم الذين يسعون للحصول على تأشيرة الهجرة الكارت الأخضر. يعني لو حد من قرايبهم عايز يسافر أمريكا ويقعد بشكل دائم برضو هناك، هما يقدروا يبعتوا لهم ويمكنوهم من ده. وبعد ذلك يمكن لحاملي بطاقة الجرين كارد التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية من غير ما يفقد جنسيته. يعني هو اللي حامل الكارت الأخضر ده بيحصل على الجنسية الأمريكية
من غير ما يفقد الجنسية المصرية، وتعتبر بطاقات الجرين كارد سارية المفعول مدى الحياة. هل لو حد سافر أمريكا وحب إن هو يضم أسرته إليه، هل يعني يقدر يعمل ده وهو في أمريكا؟ نعم، ممكن هو لو سافر أمريكا يبعت لأسرته، يبعت لزوجته، أو لو هي أنثى تبعت لزوجها، وممكن يبعتوا لأبنائهم اللي هم مش متزوجين، اللي مش متزوجين بس أبنائهم اللي هم مش متزوجين ويكون سنهم تحت سن 21 سنة، وساعتها يتم منحهم بطاقات الكارت الأخضر الخاص بيهم هم بقى أما يسافروا. لو في حد عاوز هو وزوجته يتقدموا بطلب للحصول على بطاقة الكارت الأخضر، هل ده ممكن؟ يعني ممكن هما الاتنين يطلبوا الحصول على الكارت الأخضر؟ نعم ممكن، بس في الحقيقة هتكون الفرصة أفضل لو كل واحد طلب الكارت الأخضر لوحده، يعني بشكل فردي يكون دوت أفضل، فرصة أحسن. ممكن واحد مثلا يدخل خطيبته، يعني واحدة تدخل خطيبها أو العكس في طلب الكارت الأخضر. طبعا لا، لازم تكون زوجة عشان تكون مسجلة إن هي متزوجة بشكل قانوني، وهي فقط من يسمح لها بالتقدم بطلب مشترك. ورغم ذلك يمكنك تسجيل خطيبك أو خطيبتك من خلال الحصول على نموذج طلب بطاقة الكارت الأخضر إضافي. إذا كنت مستوفيا أو مستوفية لمتطلبات الاشتراك في القرعة، فلا يهم إن كنت موجود في الولايات المتحدة أو في أي دولة تانية، يسمح لك بالتقديم في تقديم طلب واحد بس للاشتراك في قرعة بطاقة الكارت الأخضر الأمريكية عن كل شخص كل عام. يعني الواحد يشترك في القرعة دي مرة واحدة بس في السنة لشخص هو بس، مرة واحدة كل سنة، مش أكتر من مرة واحدة، مش أكتر من مرة. يتم اختيار الفائزين ببطاقة الكارت الأخضر بشكل عشوائي عن طريق نظام إلكتروني من بين جميع المتقدمين المؤهلين. بالنسبة لتكلفة الدخول في القرعة، لا يوجد تكلفة دخول في القرعة ولا توجد أي رسوم، التسجيل مجاني. إزاي تعرف إن أنت فزت في المسابقة؟ مسابقة الهجرة العشوائية الكارت الأخضر. سيتلقى الفائزون رسائل رسمية بترسل إلى عناوينهم المذكورة اللي هم كتبوها في طلباتهم، وبشكل عام بيتم إشعار الفائزين في فصل الربيع اللي هو بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات. يعني لما يقدموا الطلبات اهوت الربيع اللي هيجي بعد كده على طول، الربيع اللي هو قبل الصيف يعني، على طول بيجي لهم اشعار ان هم ايه من الفائزين. طيب لو الواحد فاته ان هو ايه يقدم الطلبات، يقدم في القرعة يعني، بيستنى بقى ايه السنة اللي بعدها. لو فاته ان هو يقدم والوقت خلاص فات، لا يستنى بقى ايه السنة الجاية ان شاء الله. ازاي بقى اللي قدم في القرعة يعرف ان هو ما قبلش؟ هل هتوصل له رسالة؟ طبعا لا يتم ارسال اي رسائل رسمية للي هم ما فازوش بالقرعة. فلو ما وصلش رسالة للشخص ان هو فاز، فيعرف ان هو ما قبلش، ان هو لن يتم منح تأشيرته الفيزا بتاعته السنة دي، ان هو ما قبلش السنة دي، فيقدم بقى السنة الجاية بقى اللي بعديها ان شاء الله. عمر المطلوب للتقدم للكارت الأخضر بيكون على أساس المستوى التعليمي، يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق، يعني أقل حاجة 18 سنة
وأعلى من كده، إنما أصغر من 18 سنة لأ ما ينفعش. هل لو أنا فزت بالقرعة وفزت بالكارت الأخضر وإن أنا هسافر أمريكا، هل واجب عليا وشرط ولازم إن أنا أسافر؟ طبعا لأ، يعني ده الموضوع ده اختياري، والموضوع ده قرار الشخص نفسه اللي هو ايه اللي هو قدم في القرعة. يعني عاوز يهاجر يهاجر، مش عاوز براحته، يعني مش غصب عنه، محدش بيفرض عليه. مش لازم عشان هو فاز يبقى شرط وفرض عليه ان هو ايه يسافر، لا دي حاجة ترجع له هو برضو حتى لو في اخر لحظة. هل الأشخاص الموجودين حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم الاشتراك في برنامج القرعة العشوائية؟ نعم، يمكن ليهم إن هم يقدموا في برنامج الهجرة العشوائية، كان عادي جدا زي أي شخص. طيب وزارة الخارجية الأمريكية تقدر تقوم ببرنامج الهجرة العشوائية، ممكن تقوم بإعلان أسماء الفائزين على شبكة الإنترنت؟ طبعا ما تقدرش تقوم بإعلان أسماء الفائزين على شبكة الإنترنت. ليه؟ لدواعي أمنية، لدواعي الأمن والخصوصية للفائزين بالكارت الأخضر. لو في مثلا حد متزوج وفاز في الهجرة، ممكن هو يسافر لوحده بمفرده؟ طبعا ممكن هو يسافر بمفرده كمرحلة أولى للتمهيد لأن هو يجيب بقية أسرته بعد كده، وممكن بعد كده أسرته تلحقه، بس بشرط إن ده يكون في خلال فترة الفيزا اللي هي 6 أشهر، يعني ما يعديش المدة، ما تعديش عن 6 أشهر. في خلال المدة دي لو في حد مش حاصل على اي شهادات تعليمية، هل قدامه فرصة ان هو يتقدم للهجرة لامريكا بالكارت الاخضر؟ طبعا التقدم على الهجرة العشوائية لامريكا يلزم الحصول على الثانوية العامة او ما يعادلها، يعني لازم الحصول على 12 سنة من التعليم الحكومي، كمان مش الخاص، الحكومي. هل اللي فاز بالقرعة دي هناك ما بيسافر أم بيسافر أمريكا، هل بيتوفر له عمل هناك؟ طبعا ما بيتوفرلوش أي عمل من خلال الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى اللي هو يفوز دوت أو اللي هو لو فاز في برنامج الهجرة العشوائية، عليه إن هو يدبر أموره قبل السفر هناك، بمعنى إنه يجب أن يدبر أمر السكن والعمل مع حد من قرايبه، يكون هو هناك في أمريكا أو حد من أصدقائه يكون في الولايات المتحدة. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.